الله يصبحكم بالخير مشاهدينا، لازلنا معكم من مهرجان الظفرة، المهرجان الجميل المتجدد بحقيقة ترتيب هاللجان العليا اللي قامت على هالمهرجان حتى أصبح بهالحلة الجميلة وهالمشاركين الأجمل. اليوم طبعا شوط الـ15 هي الجمل 15، والشوط هذا السنة هذه من الشيء الجديد في العام هذا، وفيه مشاركين متنافسين ومشاركين جدد، فنتمنى لهم الفوز والتوفيق في جميع أحوالهم وأعمالهم. معنا طبعا أحد المشاركين اليوم، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور والسرور، مطر بن حمد المنصوري. ونعم يا مطر، ما عليك زور. حدثنا عن المشاركة ومن المشاركين معكم اليوم وكيف الشوط هذا؟ والله الشوط طيب طال عمرك، والشوط أكيد أنه حماسي. نعم الشوط طال عمرك تلات. نعم. 15 ونسأل الله التوفيق والسداد. من المشاركين معكم اليوم؟ والله مشاركين الحمود، ومشارك بن كردوس. نعم. ومشاركين بن قران المنصوري، وايدين مشاركين والله، يعني في ناس ما ندري والله من المشاركين، اسماء كلها لامعه كله شوط حامي وحار، والله بالتوفيق. امين. طبعا شوط تلاد، هذا شوط تلاد 15. نعم. شو تقول للمشاركين معك؟ اقول نسال الله التوفيق والسداد، والف مبروك للجميع ان شاء الله. شيخ زايد من قران المنصوري، الله يصبحك بالخير. الله يصبحك بالنور والسرور يا مرحبا. انا نقدمك من التهنئه لك والمشاركين مقدما. الله يطول عمرك. عطنا علوم المشاركه اليوم والمشاركين، من اللي مشارك معك؟ مشاركين في الجمل 15 تلات، والمشاركين ما تحضرني اسمائهم لكن احنا مشاركين. كم اللي ظنك دخل اليوم؟ انا اشوف لي 10 قطعان. اللي موجود الحين 10 قطعان. اتمنى اعطوك ما وقت الساعه العاشره الساعه 10 دخول او 9 الساعه 10 دخول. نعم. امين الله يجزاك. كيف تشوف الشوط هذا قوي؟ والله الشوط قوي واتمنى التوفيق من الله سبحانه وتعالى. الله يوفقك. امين. الشوط هذا خاص للتلاد؟ نعم، تلاد مجاهيل. هذا مجاهيل مظني محليات برضو؟ نعم محليات. طبعا هذا من الاشواط اللي يدعمها التلاد ويخليهم يتنافسون ويخليهم يهتمون. يهتمون في يتكلمون بالشوط هذا اللي يهتمون في الانتاج. نعم. من سلالة البعير والناقة، هذا الواحد يتعب عليه والباقي على الله سبحانه وتعالى. نتمنى لكم التوفيق كله. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. صباح النور والسرور، حياك الله. والله مثل ما انت شايف الوضع ما عاد على كيفي. الله يوفقك وياك، الله يطول عمرك. هذا شاعرنا وراوينا، مرحبا ومسهلا، صبحك الله بالخير. مرحبا، صبحك الله بالخير. مشارك ولا مشجع؟ انا مشجع. مشجع. من تشجع من المشاركين؟ والله ما بعد ما ما, ما بعد ما بعد ديت عليهم كلهم. لا كلهم ربع اللي تخاف الاهل البلاد. فكني منه ويزاك الله. من قرنا محمود والربع كلهم مرحبا بهم. يا الفاله والناموس وهنا فاكم. إذا لازلنا معكم مشاهدينا في شوط الـ15 تلاد. الشوط الـ15 تلاد هذا شوط على ما يقولون من الأشواط الجميلة اللي تدعم التلاد ويهتمون فيها ملاك الإبل، وشكرا للجان القائمة على مهرجان الظفرة أن وجدوا مثل هالأشواط الجميلة اللي تدعم أهل التلاد. أهل التلاد لهم حق علانا وعلى المهرجانات، ومثل ما شفنا اليوم يعني هناك 10 قطعان مشاركة، وبناخذهم إن شاء الله واحد واحد، وبناخذ مشاعرهم وبندعمهم، وان شاء الله انهم فايزين كلهم. اللي شارك في هالشوط فايز، طبعا الشوط قوي واسماء قويه، ونتمنى لهم التوفيق. الله يصبحك بالخير يا عمي. يا مرحبا. عطنا الاسم لافداك. سامي بن كردوس. اي نعم يا بن كردوس، اسم اللامع ان شاء الله وفالك الناموس ان شاء الله. وش تقول يا عم في الشوط 15 ذاك؟ والله زين الشعبه. نعم. وايد والحظ على الله. ابشر حظك، حظنا وحظك طيب ان شاء الله، يا رب يطول عمرك ويسلمك. الله يصبحك بالخير يا ابو كردوس. مرحبا. سالم بن يقلي العامري. سالم؟ سالم بن يقلي العامري. ايوه نعم يا سالم. انت مشارك ولا داعم؟ لا داعم للربع ومشيع. ايه. والشوط ناري. نعم. والتوفيق بيد الله. الحمد لله رب العالمين. أسماء قوية وبالقواه، والتوفيق بيد رب العالمين، والشارع طيبة وكل شيء طيب. احنا بيها التلاد كلهم يجون يتزاحمون على بيون هالتلاد ان شاء الله، وبيشاركون واللي ما شارك السنة بيشارك الحو. صحيح. الله يوفقنا وياك. شو تقول لهالتلاد؟ اقول لهالتلاد اللي عنده زين يتيبه. يروح للشبك. يروح للشبك. اي والله صحيح. واللي ما عنده زين ان شاء الله بيه زين، يضرب له حوله. يدور الحول الطيبة. ويدور الحول الطيبة. نعم احسنت. البل ويني؟ البل في الدكاك.
شلون ما جيت؟ في الدكاكة هناك؟ في الدكاكة طلع ما عند الحرشة. ما شاء الله، وش كيف الأرض؟ الأرض عشب. عشب؟ نعم. يا ربي يطول عمر سلمان وعياله وإخوانه. آمين يا رب. وفي نعمة وفي خير. وعيال زايد يا ربي يطول عمره. نحن في خير وفي نعمة، في مهريانات وفي حايتنا ما قلنا بتمر علينا في حياتنا. يا الله الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر. وش النبت اللي عندك اللي تاكل؟ عندنا الشيش والزريقة والعندب والبركانة والعبلة. والله فازوا عليك من الشمال هالوسمي. الله الحمد لله رب العالمين. الصفار. الحمد لله. والعضيد. الحمد لله. والمرار. كلم في خير. كلم في خير. كلم في خير. كلم في خير. ما تبغى على الشمال. والله كل انسان كل شيء وما يرغبه. ما ترغب الشمال. لا والله ارغب الشمال وربعي فيه ومعتي فيه، لكن بعيد وفي خير، ولا تروح من خير وتحصل احسن منه. قعد في خيرك الين الله يفرجها. الحرشه قريب. الحرشه منها 30 كيلو. 30 كيلو. القلمه؟ 30 كيلو. من هنا؟ لا منا، لا منا 970. لا احسبها مني من عندنا، لا بل غير بعيد. وياك يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. سالم الحين واسم العوام للرثام، واسم العوام للرثام على الرقبه كلهم كلهم. طيب احنا بعد واسم الرثام احنا ما احنا ندور الشيء اللي قربنا عليكم يا الدواسه. احنا اليوم بنبحث عن اللي وسمه الاول ياخذه واللي الاخير يرتفع منه. لا لا ما بيننا وبينكم فرق. نتمنى ان نشوف هذا ليش انتم توسمونه على سابع يد. هذه على سابع يد، هذه الزبخه. هذه الزبخه شوفن. هذا على سابع يد. ما لحق بلاد، ما في بلاد، ما لحقوا وصل هنا بيت كردوس. ما شاء الله. بنات الزبخه ذيلا. بنات الزبخه. بنات الزبخه من يوم رزت القرنين العوامر وهن مايودات. ما شاء الله. للحين المطيه اللي مش راي همها. ما هي تلاد، هذا مر في الوالدين. هذا مر في الوالدين حق الكردوس. والموقف يبي شد الحزام، سوقوا على الضفره يا ملاك الحلال وردوا، سوقوا عطايا الله ونصيحة والثقل يوم الزحام، يوم العرب تشهد على اللي سرحوا ثم خروا. الله يصبحك بالخير. يا مرحبا ومسهلا وصبحك الله بالنور. انا نعرف ان الشام ذولا كلهم اللي مشاركين بس لسه ما نعرف. نعرف الله يطول عمرك. حنا يطول عمرك ابلاء ابناء مبارك بن الله بن عيف العامري. ونعم. ما عليك زود، ما عليك زود. هذه بنات الله مخلف يد على يد. واليوم طول عمرك محلره الشوط ال 15 التلات. نعم. وهنا ان شاء الله التوفيق وهال جميع المشاركين. باذن الله. بعد ذلك طول عمرك العام ما اخذت سيارتن وجيت المركز الثالث. وبعر قواء واليوم عندهم بعر قواء والله بالتوفيق. وياك مشاركين اليوم تدوم منهم؟ والله مشاركين وايد والله بالتوفيق للجميع. طول عمرك مشارك عندنا الشيخ ذياب بن سيف واسم قوي والله يوفقه ابو سيف، ومشاركين الكردوس واسم قوي كذلك، وال قران و الحمود عرب ابلهم قويه، وجميع مشاركين ما تحصلنا اساميهم. في احد جديد السنه هذه؟ والله العرب ذلك ما هم بيداد، ذلك العرب من خلقتهم زين وهم يزينوا. إيه ما حد في اسماء جايه في الزمان جديده؟ والله العالم كله مقبل اللي مزاينه والله بالتوفيق، مزاين السنه طول عمرك متطور اكثر من العام. نعم. والعالم عليها قبال وايد والله بالتوفيق للجميع. شاركتوا في العزبه؟ وش من عزبه؟ فرديات العزبه اليمس. لا لا ما شاركنا بفردي، متقوين للجمل. الله يوفقنا. وياك يا رب العالمين. اتمناكم التوفيق والفوز والنواميس. وياك والله طول عمرك يا ابو سيف على الزيارات، وطول عمرك على اللقاءات، وعلى طول عمرك البث اللي متواصل دائما. سهيل بن عوض بن عيف العامري. نحن اليوم مشاركين عند ابلة مبارك بن الرضا بن عيف العامري، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله، ونتمنى للجميع المشاركين التوفيق. والحلقه ذي العام مشارك وحاصل على المركز الثالث وسياره في الظفره، ومشارك قبل في شوط الخمس اول مشاركه وحاصل على المراكز المتقدمه وشاح جلال. الحمد لله. والبعر هذا لا تلاد مخلفات الحمد لله. الله تبارك الله. شو معك الجوال معك كم فيه قصيده؟ والله ما به قصيد الحمد لله، ولكن ان شاء الله البوش هذه حصلت فزنا ان شاء الله بشرب قصيد ان شاء الله.
تسلم تسلم. ومشكرين على زيارتكم هذه، ونشكر قناة الأماكن، ونشكرك يا أبو سيف على الوصلة. احنا معكم وتوفيق إن شاء الله لنا ولك إن شاء الله. طول عمرك يسلم. مرحبا يا أبو سيف. مرحبا ومسهلا. معك حمد بن علي بن مضعي العامري. مالك زود. جايين مشجعين طول عمرك للخوال النعيف. يعرف لهم من الناموس والتوفيق الطيب. الحلال هذا طول عمرك مورث على يدودهم. ما به شيء، ما فيه شيء شريه. سمعت؟ والحلال اللي يكون مورث من يدودك يكون ناموسه غير من جميع النواميس. والمشاركين اليوم لا يستهان فيهم. والله يا ربي يوفقنا ويوفقهم اللي فيه خير وخيره. ومشكور يا ابو سيف على الوصل وعلى الزياره. مرحبا ومسهلا. على الابطان والموقف يبي شد الحزام. سوقوا على الضفره يا ملاك الحلال ووردوا. سوقوا عطايا الله ونصيحه توثقوا اليوم الزحام. يوم العرب تشهد على اللي سرحوا ثم اخروا. لي ما رخص ماله وجهده ما يعوضه الكلام. يا ما عرب ماروا على كسب التحدي وخسروا. إذن لازلنا معكم مشاهدينا مع شواط الخمسة عشر اتلاد. دخل حتى الآن 10 رعاية مشاركة على هالمراكز وعلى هالمنافسات الجميلة. الآن نتواجد عند أحد المشاركين ما شاء الله تبارك الله. عطنا اسم الله طبعا. حمود بن سلمي المصوري. ونعم الله ينعم بحالك. ونعم نقدم لكم التهاني لأنكم إن شاء الله فايزين بالعلوم الطيبة كلها. يعني جزاك الله خير من طيبك أبو سيف ويا مرحبا بك. طول عمرك. ودي تتحدث عن الشوط المشارك. والله يا المزايين دي ما شاء الله تبارك الله يطول عمرك. والله مشاركين اليوم بشوط التلاد 15 مجاهيم. والله يوفقنا ويوفق جميع المشاركين. شو اسم الناقة هذه؟ هاي مقضبة. مقضبة. اي نعم. مقضبة ما شاء الله. خلفه ولا؟ لا لا. المشاركين اليوم حوالي 10. اي نعم حسبنا حوالي 10. نعم نعم كلهم اسماء قويه واهل تلاد واهل النواميس. صحيح اللي ما يشارك في المزاين الا اللي عنده زين يا ابو سيف. صحيح والمحضرين اكيد انهم يعني هالمزاين وهالبل طيبه. والله يوفقنا ويوفقكم ان شاء الله. الله يتمنى لكم التوفيق كلكم والنواميس والفوز والدنيا والاخره. جزاك الله خير. جزاك الله خير ومشكور على الوصله يا ابو سيف. طول عمرك. مرحبا ومسهلا يا ابو سيف. والله يحييكم. الله يحييكم. في صالح بن سلمين بن حمود. نعم بحالك يا ابو سيف. الله يجزيك خير ويرحم والديك. ارحب. مرحبا يا ابو سيف ومرحبا بك في دارك الثانيه. والله يحييك وبيض الله فيك وعلى التغطيه وعلى التصوير. الله لا يهيك وعلى كل حال. متابعين الاماكن؟ اي بالله متابعين وبقوه بعد. وبيض الله فيك وعلى ذا التصاوير وعلى الترتيب ذا. وياك نفداك وياك نفداك. والله يا ابو سيف نحن قناه الاماكن نتابعها ويوم بعد انضميت لها بعد تبعناها اكثر واكثر. إذا لازلنا متواصلين معكم مشاهدينا مع دخول الجمل 15 في مهرجان الظفرة
ومعنا اخونا مطر احد المشاركين، الله يصبحك بالخير. الله يصبحك بالنور والرضا. مطر؟ نعم، محمد مطر المنصوري. اي ونعم يا ابو. ونعم بحالك. رد الناقه. ودي تحدثني عن المبروكات اللي خلافنا اللي انت مشاركا فيها وعن الشوط اليوم. والله البل متقبله، وان شاء الله انها بتشارك في ال 15 تلات. ان شاء الله. وكلها تلات. وعلى فحل عندنا. نعم. وهذه اول مشاركه ولا؟ هاي اول مشاركه لها في ال 15. وكنت نعم في هبل كنت شاركت في الفردي. نعم. جت بارقام رابع وخامس وتاسع وعاشر. نعم. سلامتك. سلمت. قال سالم. ربي الفوز فالك. امين. قالنا وفالكم. امين امين. كلها اسماء لامعه وكلكم من الشامل المشاركين. امين. جزاكم الله خير ونتمنى التوفيق للجميع. امين يا رب. الله يبشركم فايزين كلكم. امين ان شاء الله. توثقوا اليوم الزحام، يوم العرب تشهد على اللي سرحوا ثم اخروا، لي ما رخص ماله وجهده ما يعوضه الكلام، يا ما عرب ماروا على كسب التحدي وخسروا. الله يصبحكم بالخير، ما زلنا وياكم في هالميدان الجميل والمشاركين الاجمل. ومعنا عطنا الاسم الاخير. راجح بن علي المري. معنا راجح بن علي المري. والمنقيه؟ منقيه الشيخ فاهره بنت ذياب النهيان. ايوه نعم. طيب راجح، ودي تتحدث عن المشاركه وعن مشاركه المنقيه. والله المشاركه طال عمرك مشاركين مع اخواننا. نعم. ونسال الله التوفيق والمنافسين اقوى. والله يوفق الجميع ان شاء الله. طبعا المنافسين اليوم اسماء لامعه كلهم لهم صالات وجالات. الله يوفقنا وياك. والله يوفق الجميع ان شاء الله. التوفيق كلكم والفوز. يا مرحبا يا ابو سيف، يا مرحبا، بيض الله وجهك. مرحبا بك. مرحبا. الله يحييه. كيف الحال؟ من انت؟ الله يطول عمرك. الكروبي بن سالم. ونعم يا كروبي. ما عليك زود، الله يسلمك. علومك يا كروبي. والله العلوم طيبه. جايين مشاركين عند ابل طويل العمر في التلاد. ولا بشيء من العلوم بعبر عليها، منافسين مع اخواننا هذول المشاركين. نعم. والمنافسين على مريحه، انت اكيد قد غطيتوا عندهم. صحيح. وعسى الله يوفق الجميع. وان شاء الله نشوفكم ان شاء الله في مشاركات قادمه باذن الله. مرحبا بكم. شكرا لك. عفوا يا ابوي. مرحبا. اذا نتواجد مشاهدينا في شوط التلاد مجاهيم، وبننقلكم مع الزميل حمد بن حسن الذيبان في شوط المحليات. تفضل يا حمد. مرحبا اخوي مبارك، الله لا يهينك، شكرا لك، شكرا مصورنا ايمن، شكرا اخونا هشام، شكرا الطاقم اللي خلف الشاشات، الله لا يهينكم على هذا المجهود. طبعا نتواجد الان عند المحليات، عند امام البوابات عند المحليات 15 تلاد. نتمنى للجميع ان شاء الله الناموس، نتمنى لهم الفوز. طبعا اليوم هذا اشواط ناريه، اشواط ناريه ال 15 تلاد، هذه تعتبر للملاك من اقوى الاشواط. نتمنى للجميع ان شاء الله، وتابعونا في تغطيه مستمره من مهرجان الظفرة. حياكم الله جميع. طبعا نتواجد مع جهاز الشرايح، مع القايمين على جهاز الشرايح، تفحص المطايا اللي بتدخل المزاين قبل دخولها. دخول الإبل المشاركة الآن مع بوابة التحكيم، دخول الإبل المحليات المشاركة. I'm
صكت على الابطان والموقف يبي شد الحزام. سوقوا على الظفره يا ملاك الحلال ووردوا، سوقوا عطايا الله ونصيحه توثقوا اليوم الزحام. يوم العرب تشهد على اللي سرحوا ثم اخروا، لما رخص ماله وجهده ما يعوضها الكلام يا ما